عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله. اجري في الخير. باقي 22 يوم بس على افتتاح المرحلة الرابعة للأطفال من مستشفى شفا الأرمان للأطفال والكبار بالمجان. اتبرع للمرحلة الرابعة للأطفال وبكده تاخد ثواب زيادة عدد السراير من 200 سرير إلى 350 سرير بجميع خدماتها بالمجان. احتياجات المرحلة الرابعة من مستشفى الأطفال: بالتقسيط على 36 شهر، كرسي كيماوي أو مضخة كيماوي بقسط شهري يبدأ من 425 جنيه، مناظير متنوعة بقسط شهري يبدأ من 975 جنيه، سرير عناية مركزة أو سرير عادي أو وحدة إفاقة عناية مركزة بقسط شهري يبدأ من 1350 جنيه. على فكرة المرحلة الرابعة دي تخص الأطفال، وعلى فكرة ده أسرع تبرع هيوصل للمريض، وكمان على فكرة ده أسرع ثواب هيوصل من المتبرع. عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله، اتبرع كاش أو فيزا أو اتصل ب 19 4 55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.